أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. فقه الدعوة إلى الله من ناحية اللغوية مرد نظر الدعوة دعا يسعى معاني في اللغة العربية. دعا يدعو، إما معناها نداء ذا السول، أدعو فلان سولس، النداء المنادات. عنده أيضا معنى آخر، دعا معناه سأل، أدعوك كذا، أسألك كذا. إما معناها ابتهل، ابتهل الابتهال، كيقول واحد مثلا فلان يدعو الله، يعني يبتهل إلى الله، يبتهل يرجو الله يسأل الله. هذه كلها معاني تحتملها كلمة أو لفظ دع. وجي من ناحية اللغوية، من ناحية الاصطلاح، الدعوة المعنى يس قد ينصرف إلى الخير، ممكن إلى الشر. الفلاني يتصاوض غير الخير، يتساوي غير الخير، ما يتساوي غير الشر. يدعو الشيطان، يدعو إلى جهنم. أهل الخير يدعون إلى الجنة، وأهل الشر يدعون إلى الضلال وإلى الشرور وإلى الفساد. الدعوة كي تكون مجردة هكذا تسعى لغسيل المعاني من ناحية الاصطلاح، قد تنصرف إلى الخير سين الهان غير الخير، قد تنصرف إلى الشر سين ندير، قد تنصرف إلى الهدى سافري المستقيم، قد تنصرف إلى الضلالة أتفضيون إفغافري. أنت ثاني دير الدعوة، راهي دعي دير الدعوة إفغا غادي يسقو الجهيس أدوه ديذين بالك يدير دعاية وينفق أموال يبذل غالي والنفيس، أين رخيص أين غلاي نثيفك على جال باش الجهيس أتجهد أتسيري قوية. ولكن المآل النتيجة يدعو إلى الضلال، سين ندير سين يخسرن سين يفسدن. ولكن هو داعية، نتسى داعية رجل دعوة، ولكن إلى ضلال أو إلى فساد كما ذكرت. وكاين الداعية إلى الخير، الداعية إلى الهدى، واللي تساوينا الخير واللي تساوينا المعروف واللي تساوينا سين صلحا، وجاء أيضا اسم داعية. وموضوعنا ينصرف إلى فقه الدعوة إلى الله. أسنر القيد الثاني، الدعوة أندى أنيور الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. نقول الدعوة الإسلامية أو الدعوة إلى الإسلام. الموضوع أنه إذن يتناول هذا المحور الكبير، نكون نتساوي سفريدن الإسلام أكل من الله، نفغى أنسقو الجهة النغ باش أذقو ناس الخير أهل الإيمان أهل التقوى، باش الإيمان ينتشر، باش الإسلام ينتشر، وباش نبرئ ذمتنا أمام الله سبحانه وتعالى. ذكرت المرة اللي فات باللي الدعوة إلى الله فريضة شرعية. ذاشو نقصد فريضة شرعية؟ معناه ذي الفرض نكثر الولاء، الفرائض تظليث رمضان الزكاة الحج ثقيت الفرائض ربي فرضيت تدفلنا، لكن من لا، ولكن لبت فرائض أخرى ثقيت ذي الأركان ذي بيلي الإسلام، ولكن لبت فرائض أخرى كما يقول العلماء وللفرائض فرائض، للفرائض فرائض. يقول ربش هذه الظال، هذه الظال أهم هي رأي الظال يا أخي، تظل سعى الفرائض نتسذ الفرض، والفرض هكي يسعى الفرض يسعى الفروض، ونخذي مرة الفروض أني تظل ثيسو ثنكمل أرى ما إيش كاملة ما يليون الظل العيشة ماشي أربع ركعات، الظل ثلاثة يعني غير الظل ستة سبعة سيقبل أرى ربي، خاطر ماشي هكا يتقبل الله عز وجل العبادات بما شرع
ولكن تظلتي كيسع الفرائض الفرائض تظليث من خدميث انت نكمال انت ان سفدد الفرض اللي هو الصلاة. حديث الناد حديث النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. إذن لكل فرض فرائض، وللدعوة إلى الله الدعوة إلى الله فرض. مادام كن الناد لا إله إلا الله محمد رسول الله نكشم ذكيون الكونترا اسميس عقد الإسلام. عقد العقد داكي يسعى دي زوبليغاسيون داخل التزامات، من هذه الالتزامات شهادة داين خلاص نفذ يوم الشهد الشمد يسلم فظليث رمضان الزكاة الحج في قيد الأركان الإسلام اللي بلينس بعد لنت فرائض أخرى منها الدعوة إلى الله. صفين خدمة كذي لهنا ذا الفرض لازم كل من الله ندعو إلى الله سبحانه وتعالى. لنت أدلة كثيرة منها ربي القرآن الكريم ينات ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. لا يجرد غريغ ثم راغد باش نخدم الدعوة إلى الله. أنا ومذان سافريذ ربي سافريذ من الإسلام. لا يثسنث ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. لا يجني تفيد الأمر وقد جاء الأمر هنا للوجوب ولتكن منكم أمة، ولكن ذا لا يجني تسدف حاجة نظام سبيند أن الدعوة إلى الله فرض على الكفاية. فرض على الكفاية ماشي فرض عين، فهموا مليح. الدعوة العامة يعني دعوة إلى الله هكذا بشكل عام، دعوة الإسلام بمفهومه العام، أن كل إنسان يخدم ما يزمر. كي يقول فلان رجل دعوة داعية راه تخصص، تخصص وإلا مشكلة، وإلا مشكلة. ممكن يدخل في الدعوة من لا يعرف فقهها، ما يعرفش القواعد متاعها، ما يعرفش خصائص الدعوة، بزاف أدوات متاع الدعوة لا يملكوها. أما ذنقي ممكن هذه السر الغاشي في الإسلام يجيب نتائج عكسية. قال أنت يقصد باش ديوي إمذانا ساغ الإسلام أذيو غال أثني السفعذ أثني السرول يوقي داعية الواج داعية الإسلام راهي رب الناس الغشي رقلا وين يقرب 100 متر في الإسلام أذيو غال يبعث 200 متر وقي نقول رجل دعوة لا. فضلا عن أمر آخر ذكرته قبلها في اللقاء اللي فات أن الدعوة إلا كي نفهموها اليوم مثلا ما نفهموهاش بالطريقة التقليدية هذيك. قال سيدي الإنسان يقيم الجماعة يدعو إلى الله، راك هذو مؤمنين تذكرهم ترشدهم ربما يتعلموا أمور الدين وهكذا، ولكن باش يدعو إلى الإسلام راه هذا يحتاج إلى عدة شروط وإلى عدة قواعد سنشرحها بالتفصيل في اللقاءات القادمة. ولكن باختصار أي ثمثل من الأمور لازم نفهموها اليوم نعتبرها من الواجبات لازم نبلغوا الإسلام إلى جميع الناس يكوي الغشي ماشي الحومة غير فاميلت غير أحبابي إلى جميع الناس. هذا واجب على الأمة على الكفاية. ولكن كنت فهموا على هذا الأمر نفتحوا عيوننا على العالم نلقوا العالم فسيح العالم يوسع نلقاو العالم يتشكل من عدة أجناس وفي الأجناس كاين مستويات أتفض رجال الفلسفة أتفض رجال علوم التكنولوجيا أتفض رجال علوم الفلك أو علم الفلك رجال في عدة علوم خاصة في هذا العصر.
نكون الواجب فلانا غنبلغ هؤلاء فضلا عن المخالفين لنا في الديانة اليهود والنصارى على وجه الخصوص. ماشي راس نسيو داك الدعوة وكاليك طفي العالم فلكي كبير ترس كضيون ما يعرف لا علم الفلك ولا يفقه الدعوة ولا يعرف قواعدها. مستحيل خطر أصلا وين ناوي يسمح سارة تقيت مزوروث في سنث ما يبضيث خطر يسمح ويت صورة صوروا أي عالم العلماء أي عالم العلماء العلماء الكبار يعني في مختلف الفنون والمعارف بلك العمره كامل وكيد تسحر فرصة تقيم ريس 5 دقائق استخدم الدعوة استخدم ضارة ماكش في مستواه. صافي هنا يظهر واجب واحد آخر على الأمة نقول يا الأمة لازم تخرج لنا علماء مختصين أهل اختصاص خاطر هما اللي يبلغوا رسالة الإسلام ماشي أي واحد يبلغها. يعني على الأمة سعي والواجب كبير لازم تخرج هلا وقلنا فرض على الكفاية لازم تخرج العلماء في المستوى نتاع هذوك اللي يبلغوا الإسلام لهم يبرئوا الذمة ويقيموا الحجة. والأمة هنا واجب عليها تخرج علماء علماء سبيسياليزي في كل واحد في الدومين تاعو هو مسلم يحمل علم وعنده منهج ادغى الله يبارك. هذه اللي قصدها رب سبحانه في القرآن الكريم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله كمل على بصيرة صحك وثذا صحك وثذا خطر ما اللي يون يدعو إلى الله ظاهر يدعو إلى الله ولكن ينفر ينفر وربما يخلي هذاك الإنسان يعقد العزم أنه لن يدخل هذا الإسلام إطلاقا ويقول أن يدعو إلى الله وراه البصيرة وراه الحكمة اللي راه موجودة في آية أخرى ودعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. إذن هذه الآية هذه الآية في سورة يوسف الآية 108 الآية 108 من سورة يوسف اللي باغي يرجع التفسير تاع المفصل قل هذه سبيلي أدعو إلى الله واضح قل هذه سبيلي هاثا وفريذيو هاثا المنهجينو أرض فرض اللي نتبعو أدعو إلى الله كمل على بصيرة على بصيرة. هذه كي تجيب لي واحد عالم في الفلك انت تجيب له بطريقة هذيك التقليدية الدعوة وريش يفهم وتفهم وريش يربح وريش يربح وين ما تقدرش تقول له هذا أقمت الحجة ما أقمت الحجة عليه. إذن الأمة مطلوب عليها تخرج لنا مختصين دعاة مختصين في هذا المجال هما اللي يدعوها الطائفة. نروح الطائفة الأخرى هذه في الجيولوجية هذه في التكنولوجية خاطر لازم يكون عندك تعيش في نفس الفضاء اللي يعيش فيه. هذه مسألة مهمة تعيش في نفس الفضاء ماشي في نفس المكان الدنيا غير المكان المكان معناه ذا مكان جامد لا الفضاء. خطر الدعوة باش تأتي ثمارها لازمها الإقناع والإقناع هذا لازم العلم والعلم هذا لازم التحصيل لازم له تحصيل يلاق يتعب. لذلك رب سبحانه عز وجل كيتكلم عن موضوع العلم هذا وذكرناه ربما أكثر من مرة يفكش الشرف ذم قرآن العلماء والأحاديث النبوية كثيرة والعلماء النصوص نتاع القرآن نتاع السنة كي ذكرت كلمة العلم ماشي المقصود بها غير العلم الشرعي. نعم العلم الشرعي علوم الشريعة علم علوم جليلة ما في شك ولكن من الخطأ البين خطأ كبير أن الإنسان كي يتكلم مع العلم يحصله غير في الشريعة والخير ماشي علوم. لا لا هذا تخصيص بغير مخصص كما يقول السادة الأصوليون تخصيص بغير مخصص ما تخصوش بعلم الشريعة أو علم الفلك أو علم الجيولوجيا أو ما كاش تخصيص علم
فقط. إذن مدينة ربي القرآن الكريم على بصيرة، أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وفي هذا أيضا فيه دلالات، أنا ومن اتبعني. باش ما يقدرش واحد يقول لك ندير الدعوة وحدي، مستحيل مستحيل دير وحدك دعوة مهما عندك علم. واش تقدر دير؟ ممكن تسجل حضورك في بعض الفضاءات، في بعض الأماكن، ولكن تكون غايب في كثير من الأماكن. أنا ومن اتبعني تكون منهج وفق القواعد اللي نتكلم عليها إن شاء الله في المستقبل القريب، فتجد فيلق، تجد يعني فريق كبير من الدعاة، كل واحد اختصاص نتاعو، وكلنا نتكامل وما كاش تفاضل. خطر الإسلام بغي يقيدنا ذو الأمور، ما يقدرش يقول كنا خير، ما كاش خير هذا عليه. المهم كامل أرى ندعو إلى سبحانه وتعالى على بصيرة وفق منهج معين وقواعد معينة، لنقيم الحجة على الناس ونبرئ الذمم ونرفع الحرج عن عموم الأمة لكي لا تأثم. نقول الإسلام أيضا يوجب في اللانغ بالفرض باش الأمة تخرج دعاة من أهل الاختصاص اللي يدعون إلى الله على بصيرة. إذن أي ثم نرجع لهذا الأمر ونأكد عليه، نقول أن الدعوة إلى الله فريضة شرعية. فرد نغلر الشق الثاني، ضرورة اجتماعية يحوجت المجتمع. وطبعا هذا الشيء نذكر فيه جملة من المظاهر، لم رمز وارو نجيب فيه أدلة، نقول بأن المجتمع يحوج باش نخدم الدعوة، أي غير باش يذبع الإسلام ويذبع دينوار. المجتمع إلى قل يذبع الإسلام، صافي الإسلام أجي ضرورة المجتمع، خطر المجتمع أجي مريد في على الإسلام أذي يخسر لخرفيس. والآية سنات إن الدين عند الله الإسلام، لا يثسنث ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن تفيد الاستقبال، ماشي ثورة دينار لما لن يكون، فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. باش دبي لاياكي بزاف أمور أهمها زوج، ثنات باللي وين راهي ظفرن الدين وايض بغير الإسلام ماشي مقبول. سيدي ربو في قبل ورا، مادام حاجة تيقبل على ربي داين في قبيلة راه صافي، مشا تنقبل كوني أنت وتيقبل. لم روي السين إن ضربي القرآن الكريم في نفس الآية وهو في الآخرة من الخاسرين، ورثي قبل ربي الدين سوايض، وثاني أذي يخسر لخرطيس. وكيتغادر المجتمع كي كيتغادر الإنسان اللي تشوفه مسكين راه في الهاوية راه في الضلالة، لازمك يغير. إذا كنت مسلم حقا لازمك يغير، ويني والا إيمانيس باللي يفرح ما يولي مدن فغنا فريد إلى قاذي راجع إيمانيس، فليراجع مكامن الإخلاص والتدين في قلبه. ممكن واحد يقول العزة مطلوبة، واحد يكون عزيز يدعو الله بعزة ماشي مذلول، لا، ولكن في نفس الوقت لازم قلبك يحن. خطر مسمحوا لي من قواعد الدعوة سنذكرها في وقت لاحق أن واحد ينتقل ألفاظ. إذن أيها الإخوة الكرام، شي مرث ولي غيون يفغي وفري ذكي غيظ، حاول تدعوه إلى الإسلام بما لديك من فقه وعلم. ثلاثة، إما تسعظ آية محكمة نغى عندك سنة هادية، إما تسعظ لا ولاوة مش هتخدمة إيد الله وعلم ورزلك عقل. على الأقل لكي لا يتهم الإسلام بسببك، وقد لا ربما لا تنفر الناس من الإسلام وغيرها من المساوي التي قد تنجر وتترتب عن سوء سلوكك، إذ الله أعلم ورز لغارة خلاص علمك الله ما لا تعلم. إذن أيها الإخوة الكرام، كنت تفكروا هذه الآية ومن يبتغي غير الإسلام دين فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، لازم تكون يكون عندك هذا الشجاعة وهذا القوة المعنوية النفسية باش تبرأ ذمتك وتقيم الحجة على الناس وتبلغ الإسلام. دليل آخر في هذه النقطة ينضرب بالقرآن الكريم وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا.
هل ترى سيدي ربي الذي يعذب يون القوم بلا ما يشقاص الرسول؟ محال محال. لذلك كثر الأنبياء والرسل، عدد الأنبياء والرسل كثير، خاصة الأنبياء، وكل نبي وكل رسول نبي، وليس كل نبي رسول كما تعلمون. إذن هذا الأنبياء والرسل أهم وظيفة، أهم وظيفة داروها يوريو للناس ربي سبحانه عز وجل. قال هذاك اللي راكم تحسوا به في الأعناق هو واحد اسمه الله. باللغة الأخرى نقول أن الأنبياء والرسل يجاوبوا عن أخطر سؤال، أخطر سؤال وأصعب سؤال، اللي هو من هو الخالق. خطر لك وجود الخالق هذه قضية مفرية بالمنطق، ما كان حتى واحد عبر التاريخ يقول بلي ما كانش هناك خالق أبدا. كل الناس من آدم إلى آخر ابن آدم يقول بلي هناك خالق، هناك خالق، خطر شعور طبيعي جبنا عليه. كل يونس من كيني تو خلق غد، ولكن ويدي خلقا صافي ذو قيد السؤال يقوار دو يسين ماشي دام زوارو الخالق يلا، ولكن أنيوا شكون هنا الإشكال. نعطي واحد المعنى باش يقرب الفكر الأذهان، دائما راني في المدخل. سمعتوها كم كما راكم سمعتوها الطرق، فرضنا الطرق كان لهيه في الباب، نقول كلنا سمعنا طرقا بالباب. علاش اتفقنا؟ ببساطة على خطر العقل النغ ذنسغي غديننا بلي هناك طرق. تلقي قرنص العلماء دائرة التعقل، العقل أعطى نفس النتيجة، ما كانش خلاف بيني وبينك، ما كان خلاف حتى بيناتنا بأي واحد، متفقين. تعالوا بنا ننتقل إلى دائرة أخرى، دائرة التخيل أو التصور. من الطارق؟ كما رأينا نختلفه وقد نتفق جزئيا، واحد يقول مصلي، واحد يقول شاب كبير وصغير، واحد يقول شيخ كبير، واحد يقول إمام، قد وش يقول. اختلفنا واختلافنا مقبول أيضا مشروع، من موافقة ذي المرحلة مزوروث مشروع مقبول، من مخلف ذي السنث مشروع مقبول. وكذلك في أمر الخلق نقول كلنا مخلوقون، متفقين، وكلنا لنا خالق أو لنا خالقون، متفقين. ولكن من الخالق؟ كما قلنا هنا من الخالق، قلنا هناك من الطارق. ضروا كيفاش نخرجوا من المشكلة هذه باش نخرجوا بسرعة. هذاك الطارق نقول شكون انت؟ كي يقول أنا فلان، أنا عبد الكريم، أنا عبد الحميد، فرات هو اللي يقول، ماشي احنا نقوله، هو كي يقول أنا فلان ذغفرت. فاتفقنا في جميع الدوائر في أمر الخلق قلنا من الخالق، شكون يجاوب؟ لازم هو يجاوب، ربي هو اللي يجاوب. ولكن ما يجاوبش، ولله المثل الأعلى، طريقة مباشرة، أجاب عن طريق رسوله. إيش قعد الأنبياء الرسل باش غتجاوبوا فسقسي جوارا الذي حير الباب وجاء بفصل الخطاب. الآية تقول في سورة الأنبياء، سبحان الله جاءت في سورة الأنبياء الآية 25، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. الحمد لله فرت صفي. الوظيفة الأولى للرسل الإجابة عن هذا السؤال. طيب إذن ربي سبحانه الذي لا يثايض، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ذي المحال سيدي ربي الذي عذب يون القوم ألم سيف كان الرسول اللي يبلغ للناس. وجاء محمد صلى الله عليه وسلم الرسول أنقروا يتختمن انتخت من أنبياء والرسل تزرى من الآية إذ يساندي سورة المائدة الآية مزورة ربي القرآن الكريم الناد، اليوم يئس الذين كفروا من دينكم
فلا تخشوهم واخشون، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فات الأنبياء والرسل أدوا دورهم، ثورا كل شيء نخدم باش نخدم نقوم بواجب الدعوة. المجتمع قيد هذه الحجة الأولى، الدعوة بالنسبة إليه باش نديروها في هذا المجتمع ضرورة اجتماعية تؤكدها جملة من النصوص ذكرت بعضا منها. الأمر الثاني كثرة الشرور والمفاسد، هذا اللي يخلي الدعوة ضرورة اجتماعية. قالوا كان الدنيا ثوك صابة تظنك يمذانا ولاش الفساد ولاش الانحراف، ايه ونغر الدعوة كل يون يلزم مكانه من الله غالب. الدنيا تشور الشر تشور الفساد. إذن العلماء في جميع كتبهم اللي كتبوا فقه الدعوة يذكروا هذه كضرورة اجتماعية. قال لك المجتمع بعدما تفشت فيه المفاسد والشرور والانحرافات يصبح واجب هذا وأوجب صافي لقى نحري معناتها لازم نديروا الدعوة، معناتها وين كاين الشر لازم نوصلوه، وين كان ظلام نضويو نضويو أين من الزمرد. وفوق كل ذي علم عليم، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، لا يكلف الله إلا وسعها إلا وسعها. أين من الزمرد؟ عندك حاجة ديرها وما تديرش غيرها. أنك مور زمير ضارة غتشعل ذا بروجيكتور ذا مقران باش هذي والين وقاذي عاشن ذي طلام الشعل ثافة ثم ثقيني والزمير ضارة ثقي الشعل ثاف ثلتني والزمير ضارة الشعل ثا شمع ثا شمع يوث الشعل يوث. خدم حاجة. لذلك المثل الصيني والحكمة ضرورة المؤمن ناك أن تشعل شمعة أفضل من أن تلعن الظلام. وين ريشالا يوث أنت شماث خير ما يقيم طول نهار يتسبي ذي ظلام سيبقى الظلام ظلاما. ولكن لو شعلت شمعة شعظيم أنت شماث ظلوي واحد ولا زوج الله يبارك راك درديجة سنة حميدة بك يقتدى وبك يحتذى. إذن كثرة الشرور والمفاسد في المجتمع هو اللي يخلي دائما الأمة في حالة استنفار دائما ولا قاتتس الأمة قاتتس. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام نأخذ أمثلة من السنة مثلا موقف من مواقف النبي صلى الله عليه وسلم يجي مع الصحابة يسقسثن يسيخ المنتست يقول لهم للصحابة ماذا أنتم فاعلون لو طغى شبابكم وفسدت فتياتكم. سؤال يقرأ النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة ذا شاد خدم ملوكات ياسي ونواس يلمزين ونفغني وفريد يلمزين كيف كيف شاد خدم هذه زرزير رياكسيون رد الفعل نسم نس أو كائن ذلك يا رسول الله يعني مدام حيين بات بروبلا ذن كل صمام الأمة قرار الوجد هنا ياسنس قسيوائل صافي مرتاح الحمد لله. ماذا أنتم فاعلون لو لم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنكر. قد ياسي ونواس واستمر مارس المعروف واثنوا مارف المنكر ناس أو كائن ذلك يا رسول الله ناس دا شو سن النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا قالوا ناس ماذا أنتم فاعلون لو أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف. أتتمر مارس المنكر واتنهم فين لها في المعروف ما ذي وين يتظلان إيه ناس خطوك خذ مسو كور اللي راه يدير الدعوة شوهيث إني دم سلاية ونصلح في الناس تكلم إنسان فيها أول في الحي ميك يدفع كلش دير بات بروبلا باش اليهود يفرحوا بيان ناث ولا ميون يفغي وفريد شجعت إنا سرك بخير كمل ثقي يعني مستوى يعني كبير في الانحراف. النبي عليه الصلاة والسلام موسى الدرجة يقي زرزيرام كدينين ناس أو كائن ذلك يا رسول الله إناس والذي نفسي بيده لتكونن فتنة يصير فيها الحليم حيرانا. لسد يوضيون زمان ونموسى الخاطر أذي بهذا غتوث الحيرة. واليوم نشهد زمانا كهذا الزمان الحمد لله لم تعم هذا النعم ما كانش ماهوش عام ولكن إلا
والمظاهر لا تعد ولا تحصى، إذ الإثبات باش الإنسان يرفع من مستواه ويخلي يعيش في هذا المستوى الراقي من الإسلام النظيف الطاهر اللي به يبني ولا يهدم، يجمع ولا يفرق، يوحد ولا يشتت. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا جميعا وأن يجعل هذه الحلقة في ميزان حسنات الجميع. اللهم استرنا فوق الأرض، اللهم استرنا تحت الأرض، اللهم استرنا يوم العرض. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.